يعطيكم العافية. بدي أتكلم عن البروجكت المطلوب في نهاية هاي المادة، الكورس بروجكت. طبعاً الكورس بروجكت اختياري، في عندنا خيارين لعلامة المشاركة. الخيار الأول إنه نحل الهومورك، وفي عندنا تقريباً حوالي 5 هومورك المطلوب من الطالب، من المفروض من الطالب إنه يحلهم. إذا الطالب بيحب إنه يروح بخيار آخر اللي هو خيار البروجكت، فالبروجكت مش إلزامي، مش إجباري، هو خيار عن الهومورك. الآن البروجكت راح نسلمه in two phases، على مرحلتين. خلينا نشوف الآن المطلوب عندنا في المرحلة الأولى. والمرحلة الأولى هي بتغطي الجزء الأول من المادة اللي هو مادة الميدتيرم اللي إحنا أخذناها. خليني الآن أرجع أشوف إيش الشيء المطلوب عندي بالبروجكت فيز نمبر 1. إذن المطلوب منا هي بارت 1 أندرويد أبليكيشن بروجكت. المطلوب منا إن نختار أي فكرة لمشروع. طبعا أكيد هذا المشروع بده يكون يعني بسيط، فكرة بسيطة قابل لأنه الطالب ينهيها خلال شهر تقريبا، معنا لنهاية الفصل أو شهر ونص. المطلوب فيها كالتالي: An easy access and running application on Android Studio. لازم يكون عندي برنامج سهل إني أنا أشغله بدون أي مشاكل. كمان المطلوب إنه يكون في عندي على الأقل فيه at least 6 widgets views on the screen. أقل ما فيها أكيد أنا رح أعمل application with let's try to check later number of activities. إذا لازم يكون عندي في المشروع أقل شيء 6 widgets. كمان لازم يكون عندي 3 different types of widgets. يعني لو عندي 6 widgets ما بقدرش اني اختارهم كلياتهم حتى يكونوا عندي buttons، حتى يكونوا كلياتهم ازرار. لا، لازم استخدم 3 different types. يعني يمكن يكون عندي text view و button، ويكون عندي list view، او ممكن يكون عندي text view و edit text و button. لكن كم واحد راح يكون عندي؟ 2 مثلا من كل نوع من هاي الانواع. اذا المفروض يكون عندي 6 widgets with 3 different types at least، على الأقل يكون عندي 3 أنواع. 3 implemented events belong to the application widgets or views. لازم يكون في عندي 3 events. زي مثلا لو عندي button لازم يكون عندي on click على هذا button. لو كانت عندي list view بده يكون عندي مثلا on item click listener. لو edit text بده يكون عندي عليها on text change listener. لو كان عندي 3 buttons، فالثري buttons اكيد بحتاج عليهم 3 on click listeners. اذا هي 3 implemented events. modified physical appearance and styling of some widgets of the application. كمان مطلوب مني اني اغير في الشكل، الphysical appearance and styling of some widgets. يعني لو عندي button ممكن اجرب اغير في الباكجراوند color للbutton او للtext الموجود بداخله، اكبر حجم النص الموجود، اغير نوع الخط المستخدم وغيره. اذا كمان بدي احاول الان اني لبعض الويدجتس اغير عندي في الستايل لهم. nested layout with various visible widgets on the screen. كمان بدي استخدم nested layout. it's not enough to have single layout. how many activities at least we need to have two activities. على الاقل بدي يكون عندي two activities. كمان أكيد بنحتاج إنك أنت تحط لي مع هذا البروجكت README.txt file اللي بيحتوي عندي على أسماء المجموعة، إذا كنتوا مجموعة، إذا شخص أو طالب لوحده فرح يكتب اسمه، الإيميل addresses، name of the application، وبريف description
عن المشروع وإيش الأهداف الرئيسية اللي راح ينفذها هذا المشروع. إذن هذا الجزء الأول منه، والجزء الأول المفروض إنه يتسلم في تاريخ أظن إنه 15/4، مكتوب عندنا على الأسايمنت اللي هو بتاريخ 17 أبريل. إذا بدنا نسلم هذا في 17 أبريل، وبعدها بننتقل اللي هي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية اللي هي عبارة عن الإيفاليويشن سواء كانت individual أو team. شو اللي الآن المطلوب منه؟ المطلوب منه الآن إنه to have individual evaluation consider online presentation through Zoom. إذا رح نعمل appointment على زوم، وخلال الزوم الطالب رح يشرح برنامجه من خلال slide show and code presentation، ورح يكون في مجموعة من الأسئلة مني للطالب حتى أتأكد إنه هو اللي اشتغل هذا المشروع، أو على الأقل الجزء المحدد إله. لو كنتوا مجموعة فكل واحد أكيد اشتغل على جزء، مثلا واحد اشتغل على activity number 1 والثاني اشتغل عندنا على activity number 2. فضروري الآن إنه أقل ما فيها الجزء اللي اشتغله المفروض إنه يعرف يجاوب الأسئلة على هذا الجزء. إذن هذا المطلوب عندنا بالبروجكت. في عندنا تحت اللي هي suggestion لأفكار لمشاريع مختلفة course projects زي الهانجمان، ميموري جيم، روك بيبر إلى آخره. You can try اللي هو to read it. Don't forget اللي هو to submit the project phase 1 المرحلة الأولى قبل اللي هو يوم الأحد أو عفوا السبت 18/4. إذن هذا بالنسبة للمشروع، ومنذكركم إنه هو بديل للهومورك. اللي راح واشتغل هومورك ما في داعي إنك أنت تعمل البروجكت. اللي بيحب إنه يقدم الاثنين هومورك وبروجكت برضو ما راح يكون فيها مشكلة، وأكيد راح نحسب الأعلى علامة في علامات المشاركة. إذن كل هذا، كل شيء بخص المشروع هذا هو. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله في يوم 17 أبريل بنشوف اللي سلموا مشاريع وبنحدد لهم مواعيد للمناقشة.